السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة المنصورة. مساء يوم 13 نوفمبر 2019، وبالتحديد مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية كما نشاهده، وتعلوه الساعة السكانية، حيث سجلت عدد سكان محافظة الدقهلية 6,763,531، يعني إذن 6,076%، يعني 7 مليون إلا قليلا. وكرر 6,763,531 عدد سكان محافظة الدقهلية. ونعلم جميعا أن محافظة الدقهلية، أن المنصورة هي مقر محافظة الدقهلية، مدينة المنصورة الرائعة ليلا كما نشاهد جزيرة الورد، عروس النيل، المنصورة. وهذا هو رمز محافظة الدقهلية. ما تحدثت عنه، هذا هو القصر الأثري الرائع، هذا هو القصر الأثري الرائع، وعلى بعد خطوات ميدان أم كلثوم وتمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم الذي هو أمامنا الآن. وهذا هو القصر الأثري الرائع الذي حاول الإرهابيون والمخربون تدميره، كما حاولوا تدمير تاريخ مصر كله. نعم، بالفعل تم حرق دار الكتب المصرية بالمنصورة عن آخرها بما تحويه من وثائق وأمهات الكتب. ديوان عام محافظة الدقهلية. وهذه الحديقة الرائعة المحيطة بمبنى محافظة الدقهلية. المنصورة ليلا رائعة. المنصورة التي انتصرت على الصليبيين، وتم أسر لويس التاسع في بيت ابن لقمان أو دار ابن لقمان، وهو متحف المنصورة القومي. وعيد الدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام، ذكرى الانتصار على الصليبيين وأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة. بعض العمارات العتيقة بالمنصورة،
ديوان عام محافظة الدقهلية. تحيط به العمارات العتيقة التي تشهد على تاريخ المنصورة العتيق الرائع. المنصورة الرائعة ليلا ونهارا وفي كل وقت.